يعني حتى الناس اللي جبناهم جبناهم ناس رياضيين وناس يعني بيعرفوا يمارسوا اصلا يعني الجلوس على العجله. فطموحنا الاول والاخير بانه ان احنا نكون اول تيم جماعي نحقق ميداليه وكاس للبلد دي للسودان عامه. أربعة خمسة ستة عاليا جانبا أماما عاليا جانبا أماما جانبا. يعني أن إحنا كمعاقين حركيا أصلا الرياضة عامة بتفيدني أنا في نفسي في شخصي في جسمي عكس الإعاقات الثانية. المعاقين يعني يمكن يكون الاهتمام هنا ما زي هناك، لكن مقارنة بالمجهود اللي اتبذل في الفترة دي يعني يمكن لو استمرينا بنفس المستوى ده يمكن نوصل لمراتب عليا إن شاء الله.